يعطيك العافية لينا. بصراحة يا حبيبي نسيتك من لينا منصور سمعناها. لينا، من بعد ما كنت بالتدريبات وتطوير الصوت حسيت وعرفت انك انت كنت كتير مبسوطة، كيف كانت هاي الأجواء عليك وشو فادتك؟ بصراحة كنت كتير مبسوطة لأنه أعطاني تمرينات كتير، صحي صغيرة بس كتير بتفيد، وأنا صح كنت مآمنة بشغلي اللي هي تأكدت منه بس رحت لعنده. التمارين طبعا أكدت لي أنه الموسيقى أو الغناء بنفعش يكون بس موهبة، مجبورة تدرس الموسيقى عشان تقدر عن جد تتقن الغناء. ورح تدرسي موسيقى؟ طبعا. حلو. وخلينا يا لينا بصراحة نشوف رأي لجنة التحكيم فيك. رح نبدأ معك دكتور غاوي. بصراحة؟ بصراحة وبس بصراحة. لينا ولا ليها؟ أنا من ناحيتي يعني يجوز أنه أبالغ، لكن أنا استمتعت جدا في الغناء، وهذه أفضل مرة أنت غنيتي فيها، وخاصة هذا الانسياب مع الأغنية وطريقة غنائها هي بالضبط لائمت بشكل ممتاز غنائك، فلذلك أنا يعني راح أمنحك علامة 14. شكرا كثير. وراح أمنح كمان الكورال اللي ساعدك نفس العلامة والإيقاع. وست أمل مرقص، أول إشي بنقلب على 11. أنا دايما ذكروني. ورأيك بلينا منصور؟ أنا وين صورت؟ لحظة يا عمي لخمتونا، حطوا كبسات. أوكي. بصراحة أغنية جوليا بطرس أغنية جميلة، فيها تسارع الإيقاع وإيقاع الكذا تشوك اللي هو مش يعني إيقاع عربي. غنيتيها حلو وحسيتك حبيتها للأغنية. كمان مسكتي الطبقة بشكل جميل، شوي كان رتيب الغناء لأنه هيك طبع الأغنية، لكن أديتيها كيف لازم تتأدى أغنية بصراحة. طبعا لو سمحت الفرصة كنت تألقت أكثر وأكثر لأنه عندك هاي الإمكانية. بدي أعطي العلامة ولا بعدين؟ عمهل عمهل. نسمع رأي أستاذ محمد بكري وبعدها نشوف علامات الجميع. بصراحة متناهي متناهي. ما كانش في الأغنية تمرد جوليا بطرس، كان في غناء حسب الكتاب، اللحن مظبوط ومش دائما لأنه الطلعات العالية ما طلعتهاش، خفت تطلعيها. وبصراحة كان في رتابة في الغناء، ولذلك أنا بدي أعطيك 11. ست أمل شو العلامة اللي منحها؟ أنا رح أمنح لينا 13 بإيمان إنها هي بتحب تتعب وتشتغل على الغناء وتصير أفضل. 13. فإذاً يا لينا مجموعك 38 من 45 من لجنة التحكيم. المسألة أبداً ما بتوقف هون. طلع على كاميرتك تطلب من الجمهور يصوت لك لأنه نسبته 55% وممكن تجيبي 55 كاملة كمان مرة. ومرة جبتيها كمان. إنه شو بدي أحكي، شكراً كثير إنه وصلتوني لهون، يعني هاي مرحلة كثير مهمة. بتأمل إنه تدعموني لقدام الأكثر يعني، وبتمنى أوصل. شكراً. إن شاء الله بالنجاح. شكراً لينا منصور وبالنجاح. شكراً لك. أحبك خضراء يا أرض خضراء، تفاحة تتموج في الضوء والماء خضراء، ليلك أخضر فجرك أخضر، فلتزرعيني برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء، أنا بذرة من بذورك خضراء. خلينا نزور مدينة سخنين اللي خرج منها يوم الأرض ونتعرف على مشتركنا القادم بهالتقرير. سخنين في مركز الجليل بحيط سخنين على رابة البطوف ودير حنة، ومن سخنين شارك معنا سعيد طربيه. برنامج نيو ستار ناجح اللي هو عطى فرصة كبيرة للشباب والصبايا ينموا موهبهم الفنية. طبعا سعيد، طبعا سعيد طربي احلى صوت، وان شاء الله بنتمنى له التوفيق والنجاح يا رب. كل برنامج حلو بحيي المواهب، مواهب عندنا كثير 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 مليحه. سعيد صوت لا يوصف. سعيد فاجأ اللجنه بموهبته في مرحله الاوديشنات. وحصل على علامه كامله من لجنه التحكيم بالمرحله الثانيه. بس اللجنه
قررت تنزل له علامة من رصيده عشان ضل مصر على التقدم. أنا بدي أعطيك هاي عشان ضل دراسك بس للأحسن. بس الجمهور ما نسي وخلاه يبقى في المرتبة الأولى بالتصويت. إلى الأمام يا سعيد.